أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا لمرافقتنا هذه المجموعة الجديدة من المقالات والعناوين والتقارير المنوعة في الصحافة الدولية والمحلية والعبرية. نستهل جولتنا بالصحافة المحلية وتحديدا صحيفة الحياة الجديدة التي عنونت التنفيذية: البدء الفوري بتنفيذ قرارات المركزي بخصوص العلاقات مع الاحتلال. وجاء في الخبر: قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال، على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقية الموقعة وإصرارها على تدمير خيار الدولتين ووضع آليات التنفيذ لذلك. وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها الذي قرأه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور صائب عرقات عقب انتهاء اجتماعها الذي ترأسه رئيس الدولة محمود عباس مساء أمس حكومة الاحتلال، من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحة المسجد الأقصى المبارك. كما عنونت الحياة الجديدة في خبر آخر: الرئيس: صندوق الاقتراع هو الفيصل لإنهاء الخلافات وهناك مشاورات لإنهاء الانقسام. وفي التفاصيل: استقبل رئيس الدولة محمود عباس وفد الصيادلة من المحافظات الجنوبية المشاركين في مؤتمر الصيادلة المنعقد في مدينة رام الله، وذلك بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا. وقال الرئيس إن المشروع الوطني الفلسطيني يبدأ بغزة ويقوى في غزة التي هي جزء أساسي من أرض دولة فلسطين. وأضاف سيادته: هناك مشاورات مع حماس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد لإجراء الانتخابات العامة. وأشار إلى أن صندوق الاقتراع هو الفيصل لإنهاء الخلافات السياسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الديمقراطية كمبدأ أساسي في الحياة السياسية الفلسطينية. من جانبها عنونت صحيفة الأيام: مصادر أمريكية: إدارة أوباما قد تطرح رؤيتها لحل الصراع قبل نهاية ولايته. وجاء في الخبر: كشفت مصادر أمريكية لصحيفة الحياة اللندنية عن أن البيت الأبيض يدرس صيغة لعرض ختامي لمبادئ إدارة باراك أوباما في مقاربة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ العام 2008. وقالت المصادر: قبل 4 أسابيع على مؤتمر باريس الهادف إلى تحريك عملية السلام تمضي واشنطن فارغة اليدين في الملف الفلسطيني، فالمؤتمر مبني اليوم على الجهد الفرنسي خصوصا، لدرجة أن وزير الخارجية الأمريكي كيري كاد يغيب عنه بسبب إشكالية في تاريخ انعقاده تم حلها لاحقا. كما عنونت الأيام في خبر آخر: غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان مواقع في محافظة رفح. وفي التفاصيل: شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات العنيفة خلال ساعات مساء وليلة أمس، استهدفت مواقع خالية للأمن الوطني إضافة إلى أراضي مفتوحة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مواقع متفرقة على الحدود مع القطاع. وفي خبر نشرته وكالة وفاء الإخبارية: أصيب مواطن في الستينات من عمره و3 أطفال فجر اليوم في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت عدة مواقع وأهداف في قطاع غزة. وفي أهم المقالات المعمقة، كتبت صحيفة الحياة الجديدة في مقالة لها: يدعي دائما أنه صاحب وسيلة إعلام حرة، لكن معظم تقارير وأخبار وسيلته لا أمد الله في عمرها منطوقة من مصادر إسرائيلية. ولا عجب من أفعال المشعوذين، فكل حجبهم المكتوبة بأحبار إسرائيلية مسمومة ينقعها البسطاء ويشربونها على الريق، ولا يعلمون أنها جراثيم السحرة لنشر أمراضهم وفيروساتهم القاتلة للضمير. وتتابع الصحيفة: كيف يصدق جمهور هرطقة هؤلاء فيما استعانتهم بلغة وبلاغة الشيطان على إنسانية الرئيس أبو مازن
قائد حركة التحرر الوطنية بائنة كقرص الشمس، ليتها تصيبهم بواحدة من موجاتها، لعل ضمائرهم المتسقعة والمتسكعة على أرصفة الممولين تذوب وتتبخر. وتخلص الصحيفة القول أنه فرق شاسع بين معرفة مجتمع إسرائيل وبين أخذ منشورته باللغة العبرية كمنشار لقطع شجرة المجتمع الفلسطيني السياسي وسنديانة المشروع الوطني. ننتقل الآن إلى الصحافة الدولية والعبرية، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدي فضائية عودة ومستمعي إذاعة موطني. في الصحافة الدولية، عنونت صحيفة الغد الأردنية مستوطنون يقتحمون الأقصى والمصلى المرواني. وفي التفاصيل، اقتحم 27 مستوطنا متطرفا باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في العاصمة المحتلة أن مجموعة من اليهود المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد أن فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة في الساعة 7:30 تماما، وانتشرت في ساحات المسجد الأقصى لحمايتهم، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحته وجولات مشبوهة وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير من قبل حراس الأقصى والمصلين. في الصحافة العبرية، كتبت صحيفة هارتس خطوة غريبة من نوعها وتصريح أكثر غرابة. قال نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اللواء يائر جولان إنه يشاهد في إسرائيل عمليات مشابهة لتلك التي حصلت في أوروبا قبل المحرقة الهولوكوست. وأخيرا كتبت يدعوت أحرانوت وضعت الولايات المتحدة الأمريكية شرطا مسبقا للموافقة على زيادة حجم مساعدتها العسكرية التي ستقدمها لإسرائيل خلال العقد القادم باستخدام هذه الأموال في شراء أسلحة أمريكية من إنتاج الشركات الأمريكية فقط دون غيرها، وعدم استخدامها في شراء أسلحة من إنتاج الصناعات الإسرائيلية. نختتم هذه الحلقة ببرنامج فلسطين والصحافة بكركتير اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.